السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الورد بريس تقدر تغير شكل الموقع كله من خلال ان انت تغير الزينس اللي انت شغال عليه. يعني ده الموقع بتاعي، عايز انا اغير الزينس، يبقى تيجي هنا على الابيرنس، هتلاقي اول واحدة الزينس، مجرد ان انت تختار شكل بس من دول، ونقدر نضيف كمان اشكال كتيرة على دول، هتلاقي شكل الموقع كله اختلف. يعني كتجربة، خلينا مثلا نيجي على موقع مثلا زي دوت، وكل انا اقول له ان انا اقول له اكتف، وتعالى بقى على الموقع بتاعك ودوس F5، اعمل ريفريش، هتلاقي شكل الموقع اختلف تماما، هتلاقي بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اضيف حاجة جديدة هقول له اد نيو، وتقدر تعمل سيرش على اسم الزيمز اللي انت عايزه، وليكن مثلا شكل مختلف شوية، ممكن تختار دوت، تختار دوت، بعمله انستول وبعد كده اكتف. وممكن لو في موقع عندك فيه زيمز معين او حملت زيمز تقول له ابلود زيمز، وتروح محمل الملف وتيجي هنا تقول له اكتف، خلاص هيبقى مستطب معاك. طيب لو انا عايز احذف زيمس من الموجودين، نخلي ده الاكتف، اي زيمس عايز تحذفه هتدوس عليه، بلاش دوت عشان انا عايزه، وتيجي هنا تقول له ديليت، لان كتر اللي انت تسطب حاجه وما تشيلهاش ده بعد كده ممكن يعمل مشاكل. فانا بخلي الزيمز اللي انا مشتغل بيها والزيمز بس اللي ممكن احتاجها بعد شويه، لان انت زي ما شايف كل شويه يقول لك ان في حاجه عايز تتعمل ابديت وهكذا، فانا بحذف اي بلاجن انا ما استخدموش او اي زيمز انا ما استخدموش.